جمعهم حبهم للموسيقى فاستجاروا بها من نار الحرب، وأطلقوا صرخة وموسيقاه عنوانا لفرقتهم الموسيقية التي وجدوا فيها مساحة للحب والسلام، ناهلين من التراث أجمل الأغاني ضمن هارموني خاص بهم يعكس هوية فرقتهم الفتية. الفرقة أول شيء بدأت بشخصين، هني أنا كعازف عود وعازف جيتار، وما كان في عنا أصوات، ما كنا عم نأدي يعني. بعدين تطور الموضوع شوي شوي، طلبنا أصوات، بلشت أصوات يعني شباب وصبايا بيجيبوا بعضهم. كان يجينا طلبات أكثر إنه بدنا ننضم للفرقة، إلى أن صرنا بهذا العدد. إحنا لما أسسناها كانت يعني إحنا كنا نروح على البروفات والقذائف شغالة، فهو كان استنجاد بالموسيقى. الفرقة مقسوم شغلنا لقسمين، عندنا قسم طربي من ناحية أغاني طربية قديمة لمطربين قدماء كبار، وعندنا موضوع تاني اللي هو موضوع التراث، وهو موضوع جدا دقيق. بتغني تراث وطرب، وهذا شيء كتير بيشبهني يعني وبحبه أنا. الطريقة اللي عم نتعامل فيها مع بعض، الجو كله بشكل عام كتير فادتني يعني، زادت ثقتي بحالي، بغني أحسن، تعلمت أغاني تراثية سورية ما كنت بعرفها قبل. عم نرجع منحاول نحيي التراث، لأنه التراث كتير، التراث السوري يعني كتير غني، كتير كلماته حلوة، كتير ألحانه جميلة. اكتسبت خبرة بالنسبة للمقامات الطبقات هاي القصة يعني، أنا كانت بالنسبة لي هي الموضوع مجرد ثقافة عامة، أنا لا هلأ صرت بعرف مزبوط وبقدر ساعد حدا إذا حابب يتعلم. بالنسبة لآلتي اللي هي الإيقاع، أنا تعلمت تكنيك جديد، زادت ثقافتي بالنسبة للأغاني يعني، أنا صرت بعرف كمية كتير كبيرة من الأغاني كلياته، هذا الشيء اكتسبته هون بهي الفرقة.